نذكر عدد الحصص؟ تفضل احكي لي. تفضل شو كنت كلام يعني نبدا من الصغر من البدايه حتى انت طالع الصغر. ما تقولش الاسماء اسماء قطعا قطعا ما تقولش نهائيا. مرحبا. المهم فاش كنت صغير انا كنت نلعب الكره مزيان نتميز بها بشكل كبير. كان عندي السفل مزيان السرعه لدرجه ان تلقبت بالخير درجه السرعه ديالك. يعني بعدها وانا صغير هنا وانا صغير كانت الدار مازال ما مبنياش كامله مزيان. الدار ما كانتش كامله كنا هاد الخشب والمسامر اللي يتصل داكشي ديال البني كنا كنلفها في واحد البيت ولا كاف. انا كنت واقف تمايا في الدروج والدروج من ورايا خاوي. خويا كان بغى يشرب وبحال اللي بغى يقلب الماء قلبوا عليا انايا وانا بديت الماء ما يقيسنيش. اللحظه فاش انا كنهرب منه كنطيح على الظهر ديالي. فإذا بي كنطيح بديك البيت اللي فيها المسامر وفيها كل شيء ديال البني كيدخلني مسمار في الراس هنا كامل. طلعت وانا طالع في الدروج كنعاود نزلق كنرجع للكاب كنطيح كنغرز في الراس كنغرز في الرجلين الركبه اليسريه. مشات المده وهكذاك مزيان حتى لسن المراهقه. سن المراهقه بديت كنحس بداك العزلة اللي ما بقاش عندي مع الناس بزاف وليت كنعزل على المجتمع. هاد الاشياء اللي راك تحكيها انت طاحت وكذا كتشوف انها تنفعنا في الرقية؟ يا باش مش قلت لك انا واش نبدا معاك من الصغر وباش اما انت تسالني اللي كتشوفها انت كتنفع. لا انا نعاونك باش تعرف تجاوبني. انت مريض فيك جني ولا جني؟ الله اعلم. حيت كي صرعت واش تصرعت كيطلع كيعطي ما بغاش يهضر. كاين واحد اللي كاين مسلم كان اليوم هضر عطاه ماشي هضر وانما عطاه الشيخ اللي كان في الفوق ما عرفتش الاسم ديالو بالضبط. كان عطاه السيلو والورقه اللي كيكتب له هادشي اللي كتب له. من هنا فاش قلت صعود الجن كتب له اسم الجن المسلم اسمه مروان. هادشي كتبه هو الجن؟ لا اللي جاب كتب من صعود الجن كان واحد العريضه تما صعود الجن المسلم. من ثم داكشي اللي كامل هو اللي جن المسلم مروان. مروان سحر مأكول سحر مرشوش اسم الشيطان الملك شمهاروش الكبير ملك الكبير شمهاروش عين منذ الصغر غثيان طرف البصر. فهمت زيد. فاش طلع الكبير شهر البلاصه اللي تضرب فيها اللي تضربت فيها المسمار. يعني راه اكثر من عام دابا ما شفتو ما كلمتو قال لي خرج عليا. خرجت فعلا فايده بعد يكون شي شهرين هكذا رجعت خويا من الوالده ديالي. فاش رجعت بعد اسبوع 10 ايام المشاكل بدا عاود ينقطع السلام عليكم ما يرضهاش نهائيا الوالد. غير هذا الشيء هضرت معايا الوالده وانما هو والو صونات عليا ما كانش. زيد شنو الاخر اللي ندير لك باش من الامور اللي تفيد انت سولني نجاوبك. فاش كتاثر انت هادو اللي كنت انا كنت ندير في الدار هادو اللي عندي انا باش بجوج شخصي كان سحر الاقارب والقريبات. وا كي داير هاد السحر الاقارب كتاثر في المرشوش في المأكول؟ ما مذكورش لكن بصفة عامة سحر القبور واخا بغيت نسولك دابا انت الحاله ديالك من خلال هادشي اللي راك تقول لي ما مفهوماش. انا بغيت وما ماشي خصهاش يعني دوك انا ما غاديش نسمى انت راك جاي عندي دير الرقي غادي تسمى راك جاي عندي باغي نعرفوا النوع ديال الاصابه ديالك ونحاولوا نسرعوك باش الجني يتكلم باش نوصل معاك للحلول. يعني هادشي اللي تكتب انا اللي عطاني الاخ اللي قلت لك هذاك الاخ اللي قلت مزيان اللهم يسر ولا تعسر ولكن فهمني المضمون انا اللي قلت لك انت درت الرقي عند الوقت شحال مره مشيت لعنده؟ مشيت لعند جوج. شحال ضربتش مع هاد الزوج؟ الاول 13 حصه. 13 حصه وما تكلمش الجين نهائيا زيد. والثاني 9 الحصص يعني 9 ديال الحصص في 13 حصه 22 حصه وانت راك جاي عندي من بعد 22 حصه
غادي ديرها عندي ومازال ما تكلمش فيك الجني من 22 حصه وجاي عندي دير الرقيه. يعني انا واش خصني ندير؟ خصني نكمل داك الشيء اللي عليه بديت ديك 22 حصه ولا على وعسى نتوفق ونوصل لشي حاجه ان شاء الله. فهمت المقصود؟ هذا الشيء اللي غادي نقول لك. كاين مساله اخرى، كان التليفون ديالي شوف نسيت برا كيفاش الغفايه يعني خرجت واحد بحال البيض صغير، البيض الصفار البيض تقيت وصافي جوج مرات البارح واليوم. وفاش درت لا الاستفراغ في النيفروتيل كان خرج كشكوشه بيضاء. انا في الاول صاحبي ما خرج والو، لما جيت عند المركز قلت له ما خرج والو، ولكن هو قال لي واش كانت شي حاجه بيضاء كشكوشه؟ قلت له كاينه. قال لي راه ديك معايا. نتمنى ذلك. سبحان الله. كاين مساله اخرى بالنسبه للزهر اللي كانت تاثر به هذيك، انا مجهود يعني بالحجر السحيره تفرغت لهم بشكل كبير. كان سحر الاقارب والقريبات خاصة ما هو مؤنث. كان كما توصلوا العاشقة هما في المركز الآخر، سحر الأقارب والقريبات، سحر القبور، الذبح والدم. فعلا واش كان الذبح والدم؟ بقيت نستفرغ، بقيت كيضرب برجلي. فاش هو ذاك الذبح والدم بقيت كنضرب برجلي بشوية، فاش بقيت كنضرب فاش بقيت نستفرغ بقيت كيضرب برجلي. اللحظة باش بقى كيتكرر الدم تفهم عندك الأشياء الأساسية، القبور والأقارب والدم والمرشوش تاع الكواكب النجوم، الرأس والعينين. اليوم أنا براسي بديت نتعجب لهذا الشيء. كيفاش؟ بغيت نسولك. مرحبا. فين كتسكن؟ أنا ممكن نكتب لك صافي بلا صافي نكتب لك المدينه. انا نقول لك، انا نقول لك تسكن هنا في هذا اول صافي مكناس. جاي من مكناس ولكن الاصل ماشي ضروري باش تعرف من شنو كاين. ناس بلاح عرفتيهم واخا تفضل. كاين اليوم خليني نسالك باش ما يهربليش السؤال. انت كتفرج للرقيه في يوتيوب وفي فيسبوك بزاف. بالضبط. انت لما اكتشفت انت امورك تبانت لك اكثر واكثر اكثر معاك انت. قرب شويه الميكرو معاك انت. لما اكتشفت انا في الاول ما كنتش عارفك، بارا ظهر في الفيديو في اليوتيوب وليت كنعرفك وليت كنتصنت اكثر تما، وليت نكتشف امور كثير. واخا ما نمشيوش بعيد، ولكن ما تذكرليش الاسماء. مبروك. قبل ما تكون تسمع لي انا كنت كتسمع شي رقات اخرين؟ هاد الرقات اللي كنت كتسمع لهم الاخرين كانت عندهم اجتهادات مبالغ فيها شويه؟ نقدر نقول لك اجتهادات مبالغه في الرقية. وانت يعني كنت تسمع الحصص ديال الرقيه ديالهم؟ كنت تسمع كاع الحصص ديال الرقيه ديالهم، كاع اصناف الجن، الحوارات مع الجن، اشكال الجن، الوان الجن. يعني وليت كتفرج للرقيه لدرجه كبيره قبل ما تعرفني. يعني دابا انت الراس ديالك عامر بهذه المعلومات. فعلا بزاف. انا غادي ندير لك الرقيه، ولكن دابا من خلال هذاك الشيء اللي راه في ديك الورقه وانت انا كنشوف فيك دوكا على نظرك اونفاس ليا كنشوف فيك، واش راه يبان لي انا دابا ملي راني نشوف فيك؟ واحد الاخ غادي يدخل يجلس معنا هنايا. مرحبا. هنايا نسيت ما كتبتش العاشقه، واش هذه اللي كان في المركز عندي؟ اصبر دقيقه. نفتح له؟ لا
بزاف الوقت اللي كنت تفرج بلي صنيعه جبد وراك الباب مزيان بصح هاد الحصص اللي كنت كتفرج لهم ديال الرقيه بزاف كان فيهم اجتهادات مبالغ فيها واحد فهمت انت قبل ما تبدي تفرج الحصص ديال الرقيه تاع هاد الرقاه تبدي تسمع لهاد الرقيات اللي فيهم اجتهادات مبالغ فيها وتبدي تكتشف هاد العالم الاخر من خلال الفيديوهات ومن خلال الحصص ومن خلال الرقاه العقل ديالك عمر بزاف بالمعلومات تقدر تكون مريض ماشي ما مريضش فهمت المقصود انا لا انا ما قلتلكش انت ما مريضش باش ما تفتنش ولكن شتي انفو غادي تقدر تفرج الفيديوهات بزاف نتاع واحد الناس كيجتهدوا بزاف مع واحد الناس اصبحوا مولوعين بالمشاهده ديال دوك المقاطع فهمتني العقل ديال الباطني ديالنا كيخزن بعض المعلومات معايا العقل الباطني ديالك غادي يقدر يخزن شي معلومات غادي تضرب عليك واحد المده زمنيه الا تبين انك كنت مريض من قديم يا اما العارض اللي راه فيك غادي يكتسب خبره من خلال المشاهده ديالك لدوك المقاطع ديال الرقيه غادي يولي متطور غادي يولي مخ بزاف فهمت واش غادي يصرا غادي يبقى يدخلك في واحد مثلا دوكا انا طرحت عليك اسئله على الحاله ديالك قلت لي انك دوزت مع راقي 13 حصه ديال الرقيه ومازال ما تصرعت يعني بعد ما كدير حركات بسيطه واقيلا ولا ما كاين والو نقول لك ندير هكذا صافي هذا ممكن دي طرف ماسونيه مثل 13 حصه ديال الرقيه يعني واخا يكون هذاك السيد كاع كافر ما يمكنش زعما كاع ما يوصلش معاك ل 13 حصه بعدا تبان غير شي حاجه كملت مع داك السيد 13 حصه وما تمشيتش عند واحد اخر درت 9 ديال الحصص يعني ما يمكنش ما يبان والو امر شويه غريب نعطيك مثال اعطي ارضك الورقه انا بغى نفهمك انا ما عنديش مشكل نقدر نكون جلس كنا ونمشي معك على هواك قلنا مولوك مولوك قلنا طيار طيار نبقاو غاديين معك بصح المعقول هذا هو وحنا الاسم شيطان مالك سميتوش مهاروش كبير اللي في الوقعه في المركز في الورقه واللي في المركز مزيان عارف هذا الشيء انا نهضر معك انا نهضر معك محمد انا ذكر محمد هو كاين شخصين كيقول لك هذا الهضره اسمعوا شنو راني نقول لك هاد الاشياء هادي شكون اللي قالها قالها الجني اللي كتب في الورقه اللي كتب في الورقة الجني اللي كتب في الورقة 13 حصة ديال الرقية زائد 9 ديال الحصص ديال الرقية زائد مراها حصص أخرى بزاف هنا واش كتظن أنك أنت اللي راك جالس حدايا دابا نوض وقف واللي جلس شوف فيها مزيان راك تشوف فيها مليح راني يدك شوف شوية عادي نورمال نورمال الحمد لله انا كتبان لي انت ما فيكش كاع هاد الجنون هادو ما يمكنش سمعتني هاد الاعراض اللي راك تحكي لي قد اوافق عليها ان هاد الاعراض تكون موجوده حق واضح قد تكون موجوده ولكن شنو هو السبب اللي خلاها تطور وتولي بهاد الدرجه وبهاد الحده نطرح عليك سؤال جاوبني بصراحه حاول تكون صادق معايا عندك جاملني ما جاملنيش تخف عليا طلع عرض انت قبل ما تبدي تفرج في المقاطع ديالي وكما قلت انت بعظمه اللسان ديالك اكتشفت بعض الاشياء الحمد لله رب العالمين قبل سالتك على قبل ما تبدي تفرج فيك كنت تفرج في واحد الناس هذوك الناس عندهم اجتهادات مبالغ فيها كنقول مبالغ فيها في امام زيان اجتهدوا التفاتوا الاجتهاد بغاو يعني بغاو يوصلوا لزمرد وزحل كنت تفرج المقاطع ديال الرقيه ديالهم والحصص ديالهم العقل ديالك تشبع ببعض الافكار وبعض الحوارات وبعض حتى ان بكثرة ما ان الاجتهادات ديالهم مبالغ فيها راه يدير لك الرقيه ولا راه يدير لشي واحد الرقيه كيف كيبقاو يوصفوا للناس الاجتهادات ديالهم ويوصفوا للناس اشكال الجن وانواع الجن وحركات الجن ومواصفات الجن ولون الجن وشكل يعني حتى انهم بقاو يدخلوا للناس ديك المعلومات اللي في اصل الله عز وجل وفي شرع الله عز وجل ما اتى بها لا كتاب ولا سنه فهمت المضمون احنا عندنا واحد الدين وهذا الدين كنقولها لكذا كنقولها ديما لك تفرج فيا كنقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي طلع في المنبر واش قال اليوم اكملت لكم دينكم ملي بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم انزل الوحي هضر معايا من هذه الفتره ملي نزل الوحي حتى طلع للمنبر واضح وبدا يبلغ ملي نزل الوحي حتى قال اليوم اكملت لكم دينكم راه كاين في هذه المرحله من دابا حتى لدابا من الوحي من البدايه نتاع النزول حتى لانه طلع في المنبر وقال اليوم أكلت لكم دينكم راه ما وصفناش شي أوصاف راه ما يوصفهم بعض الناس درك الجن وشي تعظيمات للجن والأشكال الجن والأصناف الجن
والانواع الجين حتى ان الانسان بدا يوصفه كله يقين فهمت. والمريض كي كيتفرج داك اللايف وكيسمع داك الوصف العقل الباطن ديالو كيستوعب دوك المعلومات كيبدي يخزن ديك المعلومات في العقل ديالو كما قلت وكيبدي يتخيل الشكل تاع دوك الجين والاوصاف تاع الجين والقدرات ديال الجين. العقل الباطني ديالك كيتقبل هاد الافكار. الا ما كنتش مريض غادي تقدر تمرض. وإلا كان فيك شي جيني كيتعلم يعني انا بغيت نوجه لك واحد السؤال عليه بديت هذا الموضوع هذا قبل ما تبدي تفرج في هاد الناس اللي عندهم اجتهادات مبالغ فيها هاد الاعراض كلهم ما تجاملنيش هاد الاعراض كلهم كانوا عندك ما تجاملنيش لا ما كنت شي حاجه بين عندي لا ما كنت شي حاجه بين عندي واخا بغيت نسولك ما كنتش عايش انسان طبيعي 100% قبل ما انا ما كنتش نهائيا كنحس بشي حاجه عندي بحياتي زي حاجه غاديه هكذا رغم المشاكل كنقول عادي انا داك المشي سنه الحياه مزيان ولكن لما لقيت الامر هكذا صافي تما تبدلت عندي الامور ثلاثه ملي بديت كتفرج بديت كتحس بالوضع ديال كيسو اكثر بصراحه من ناحيه العلاقات ومن ناحيه الصحيه الحاله الصحيه ديالك عينك راسك هادشي لك هادشي راه بزاف اللي راك تقول لي فهمتني كاين هادشي راه بزاف يعني هادشي كله كان عندك قبل ما دير الرقيه قبل ما تبدي تتفرج لهاد الحصص المبالغ فيها الله اعلم الله كي بديت كتفرج الحصص المبالغ فيها بدا داكشي يزيد يعمر لك عقلك يعني ولات كتقلب على العلاج باي طريقه خلاصه القول ان شي اشياء ما كانوش عندك وكي بديت كتفرج الحصص المبالغ فيها ولاو كيزيدوا على الحاله ديالك ساءت الحاله ديالك ربما هي الامور اللي وصلت لهاد النتيجه اللهم لك الحمد انا اللي بغيت نقول لك هذه اول مره ندير لك الرقيه اول لقاء عندي معك اول مره نشوف وجهك دزت عند الدراري ديال الرقيه جبت لي هذا الوقت انا هذا الوقت غادي نقواوها ياك غادي نديرو كانها ما كايناش غادي ندير لك الرقيه كانك عمرك درت الرقيه داكشي اللي غادي نقول لك ديرو ولا ما بغيتش ديرو ما ديروش لا ضروري ما على الرسول الا البلاغ اما انا هادشي اللي راه في هذه الورقه هذه بل مبالغ فيه على هذا الشخص اللي راه جالس حدايا حتى انا راه باش غادي يكون فيك شمهاروج وشيطان وفيك مزيان يكون فيك الا يعني كان بهذا الوصف وعنده هذه القدرات كامله ويدير لك كاع هذه المشاكل وهذه الاشياء اللي مكتوبين في هذه الورقه نورمال ما تجلسش حدايا قال لي واحد راك ما غاديش في المركز الاخر وراك والله ما غادي تقدر تجلس والله ما ماشي الايمان ديالي ولا الوازع الديني ديالي انا زيرو ولكن مجرد انك تجلس هو شوف الله عز وجل كيقبض واحد العباد وكيحطهم في واحد البلايص الاختيار ديالو هو ماشي ديالنا حنايا كل كما قال كل ميسر لما خلق له هذاك الكرسي اللي راه غادي تجلس فوقو نتايا دابا فيه بزاف ديال الجن دوك الجن اللي جلسوا فيه كلهم طابوا كلاو العصا فهمت فهاد الجن اللي غادي يجي يجلس هنا هو راه عارف راسو بالدخل راه داخل الفران والفران اللي غادي ياكل فيه العصا بعيدا على الوازع ديالنا نتكلم على اللي سوا غادي يخرج منه ماشي على القلب فهمت على الظاهر واش غادي يصر يعني دابا انت راك دير واحد الحركه ولكن ماشي بهذا الحده اللي راك تشوفها في هذا الوقت هذا الذي ارى الله عليه يعني المساله اللي قلت لي انت ربما حتى هو يستافد منها باش يفقم من الوضعيه ربما يكون لك شي حاجه حنا هذا الجيني هذا مسلم خدم معايا نضج معايا عقلك هذه القصه اللي كتضرني في عقلي وتالي داخله ضمن دوك الحصص المبالغ فيها واش هل ترى تظن يعني انت كتظن ان عندك شيطان كيدير المثلث يعني مثلث برمودا ورمز الشيطان والقرنين وعينش يعني هذا راه مقرب من ابليس من المقربين يعني كبير شيطان كبير وشمهروج ومالك واش كتظن هذا المالك اللي راه فيك اللي هو شيطان وسميتو شمهروج وكيرفع المثلث زعما كتظن انه غادي يخلي هذا الجن المسلم يطلع ويكتب لك هذا الشيء هذا اسمح لي هذاك الملك ربما انا ما ماشي نقصد بها الكبير ماشي الملك ما اخترتش من هذا مزيان اللهم يسر نمشيو معك في هذه الصدقة نتمنى ذلك لا انا غير واش تقول لي نتمنى ذلك هذه الاشياء هذو اللي تكتبوا هنايا دركم كتبوا مع هذا الجن تسبق لهم تكتبوا فيك 23 حصه نهائيا عمر هذا الحوجب ما نتلهم نهائيا حتى الضغط هي اللي كانت راه ابدا اول مره لكن والله جميل نتمنى الله عز وجل امين يلا جلس انفصليه وربنا يدير الخير ان شاء الله. Huh?
المسك لا هو عندي معليش حطه انا ضعفهم ضعف البصر وانت فري النظر ديالك ضعف واخا بغيت نسولك النظر ديالك انت كيمشي تعرف واش انت تفكر كما الطريقه اللي كتشوفها انت فهمتك واحنا حنا كناخذوا ندير حنا واش راحنا باغيين من هادشي كان شي فعل واش نقلبوا على واحد افضل من واحد ولا واحد يتعالى على واحد يتعلم على حنا الاشياء اللي حنا نقلبوا عليه هو انك تبر واش غادي تبر اول حاجه خصك تنسى داكشي اللي دوزتو كامل تخيل راسك انك اول مره غادي تدرب باش تساعدني حتى الا داك الجني راه بقى مدخل في عقله اذا كان لي وحدي انا لا اعلم هذا شوف كلامي يؤخذ ويرد تقدر تضربه عرض الحائط كامل تعرف علاه حتى هذا عالم غيبي لا يعلمه الا الله قال فيه الله عز وجل انه يراك وقبيله من حيث لا ترونه حتى لو كان قاعد يخرج منك وتولي زي الفل لا يصح ولا يجوز لي اني ناخذ الشفاء ديالك بالجسم ولا المرض ديالك بالجسم لان هذا عالم غيبي اخفاه الله عنا واضح حنا كنقيسوا المؤمن كيس فطن كما قال عمر واضح ونطلب الله يوفقنا للخير كناخذ بالمقاييس حنا الاصل في هذا الشيء والختام كان نطلب الله يوفقنا في هذه الحصه ونعرفوا واش كاين عندك ان شاء الله يلا غمض عينك غمض عينك وسمعوا تحلهم شوف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
في لوح محفوظ في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة جعلنا بينك وبين الذين يؤمنون بالآخرة بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا بسم الله بسم الله حصنا نفسنا بسم الله العظيم الأعظم بلا إله إلا الله حصنتكم بسم الله العظيم الأعظم بلا إله إلا الله من كل شيطان خارج الأبدان أتى بالمدد من كل جنين خارج الأبدان أتى بالمدد من كل ظالم حول الأبدان أتى بالمدد من كل معتد حول الأبدان أتى بالمدد من كل جنين حول الأبدان أتى بالمدد من كل جنين حول الأبدان أتى بالمدد من كل ظالم حول الأبدان أتى بالمدد من كل جنين حول الأبدان أتى بالمدد بسم الله تحصنا بسم الله العظيم الأعظم بسم الله القوي الأعظم بسم الله الجبار الأعظم بسم الله الملك الأعظم بسم الله القوي الأعظم بسم الله الكبير الأعظم بسم الله الملك الأعظم بسم الله القوي الأعظم بسم الله العظيم الأعظم بسم الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حصنتكم بالله العلي العظيم الأعظم من كل سحر وساحر من كل سحر ساحر من سحر كل ساحر من ظلم كل ظالم من صدام كل ساحر كل شيطان أتى للساحر عاد الساحر كل ساحر مع الشيطان مع كل ظالم وشيطان مع كل جن وشيطان خارج الأبدان حول الأجساد والأبدان حصنتكم بالله العلي العظيم الأعظم بعزته التي لا ترام ولا تضام من شر كل جن من شر كل ظالم من شر كل شيطان من شر كل معتدي من شر
شريك لمعتدي شريك لمعتدي شريك لمعتدي شريك لمعتدي شريك لمعتدي شريك لظالم ومعتدي شريك لجني معتدي شريك لظالم معتدي شريك لظالم معتدي شريك لجني معتدي شريك لظالم معتدي لظالم معتدي شريك لجني معتدي شريك لمعتدي شريك لشيطان معتدي شريك لساحر معتدي شريك لمستخف مختبئ يتوارى ويندس معتدي شريك لجني تحصن بقوة تحصن بقوة تحصن بقوة تحصن بقوة تحصن بقوة بأمر الله تكسر أعظم الحصون بأمر الله تدك أقوى الحصون بأمر الله تدمر أقوى الحصون بأمر الله تفجر أقوى الحصون بأمر الله تدمر أقوى الحصون بأمر الله تدك أقوى الحصون بأمر الله تدمر أقوى الحصون بأمر الله تدمر أعظم الحصون بأمر الله تفجر أقوى الحصون بأمر الله تدك أقوى الحصون أعظم الحصون طهر الحصون صدر الحصون في حصون في الأقدام حصون في الأرجل حصون 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 في البطن حصون 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 تكسر كل الحصون تدمر كل الحصون بسم الله تكسر كل الحصون تفك القيود والسلاسل والأغلال والأقفال على كل جني مسلم كبله ربطه قيده تحل البطن والقيود والسلاسل على كل مسلم كبله قيده ربطه تحل القيود والسلاسل والأغلال على كل جني مسلم مكبل مقيد بإحكام مربوط بإحكام مقيد بإحكام مربوط بإحكام تحل السلاسل والقيود والأغلال على كل جني مسلم بحق لا إله إلا الله يكسر كل حصن تحل القيود والسلاسل والأغلال والأقفال تحل القيود والسلاسل والأغلال والأقفال على كل مسلم مقيد مكبل مقيد مربوط مقيد مصفد مقيد تحل القيود والسلاسل والأقفال والأغلال على كل مسلم مقيد على كل جني مقيد على كل موحد مقيد على كل مسلم أسلم داخل البدن توكل بسحر في البداية أسلم داخل البدن أسلم داخل البدن آمن داخل البدن أسلم داخل البدن بسم الله تحل قيوده تفك قيوده تحل قيوده تفك قيوده تحل قيوده تفك قيوده واحلل عقدة من لساني 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 من لساني يفقه قولي تحل كل عقدة تحل كل عقدة عقدت اللسان عطلت النطق والكلام ربطت اللسان عطلت النطق والكلام عقدت اللسان عطلت النطق والكلام ربطت اللسان عطلت النطق والكلام عقدت اللسان عطلت النطق والكلام ربطوا بها اللسان عطلوا بها النطق والكلام ربطوا بها اللسان عطلوا النطق والكلام ربطوا بها اللسان عطلوا النطق والكلام ربطوا بها اللسان عطلوا بها النطق والكلام ربطوا بها اللسان عطلوا النطق والكلام ربطوا بها اللسان عطلوا النطق والكلام تحل كل عقدة مربوطة في الحلق بإحكام مربوطة بإحكام مقيدة بإحكام معقودة بإحكام بإحكام مربوطة 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 معقودة معقودة عقدوا بها لسان مسلم كفلوا بها لسان مسلم قيدوا بها لسان مسلم بسم الله تحل كل عقدة إذا كانت هذه كلها قوة أنا أرى أن هذا ضعف هذا أول لقاء في خمس دقائق الأولى لم تنتهي بعد وأنتم قد سرعتم وأنتم تعلمتم ظهرتم تجليتم يعني أنا أولا وقبل كل شيء إذا كنتم أذكياء فالله أذكى هذا يقين واضح إذا كنتم أقوياء فالله أقوى إذا كنتم كبارا فالله أكبر إذا كنتم شياطين فالله الذي خلق ربكم الشيطان وربي وربكم رب الشيطان واحد أحد والله الفرد الصمد إذا كنتم سحرة فالله هو الذي خلق سحرة فرعون وسجدوا له لما علموا الحق وعرفوا وأيقنوا إذا كنتم عشاقا لرموز في الجسد أو للدم أو لشيء أو لأمور في جسده فما عند الله خير وأبقى ولا ينفذ ولا يزول وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر في وصف الله الدقيق لنا في النار على قولي ولسان نبيه صلى الله عليه وسلم وننطق عن الهوى إن وإلى وحيه يوحى
قال ربنا جل وعلا تقدس في سماه وعلا في عليها لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه لنا للنار كما في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. قال الله صلى الله عليه وسلم في النار لها 70,000 زمام لكل زمام 70,000 ملك ينشفونها. نار الله حامية، نار الله قعرها عظيم، نار الله أطباق، نار الله أفواج، في نار الله أقوام من الجن ومن الإنس، وفي نار الله لربما أقوام لم يقصصهم علينا ربنا في القرآن. فأنتم يا معشر من قلوا الشياطين الجن في هذا الجسد اللي بدأت الحصة هو التلسكوب ولازوم عين الشيطان مثلة برمودا رمز القوة الماسونية هو أعظم شيء أنا وجب أن أعظمه حتى ترتاح أنت يا جني أن ترفعه مرة أخرى خصني أعظمه باش أنت تحس بنفسك أنك قوي. ستضحك ستضحك إن شاء الله ستضحك. أنا بغيت أن أضحك يوم لقاء الله. أنا أريدك أنا لا أحبك أن تكون في النار، أنا لا أريد أن أراك في النار. نحن المسلمون وإن عصينا الله عز وجل فنتميز عنكم بالتوحيد بلا إله إلا الله. هي شيء باطن مغروس في قلوبنا. أنتم كفرتم لما أطعتم شيطانا خلقه الله. أنت شيطان. أنا لما بغيتش المسلم يتكلم بغيت شيطان يسمع كلامي. إذا كنت حقا شيطان ركزوا معي، إذا كنت حقا شيطان وموجود ومعك جن مسلم وكما كتب هنا في الورقة أتمنى أن يكون معي في هذا البت وناس لهم عقول وألباب غوص معي في فكرتي. أنت شيطان واسمك شمهروش ياك جن وشيطان. وكما هو معلوم عندنا أن شمهروش هو ملك ملوك الجن وسيد من أسياد الجن. شمهروج في رتبته عند عالم السحر ناقل الكفر ليس بكافر. وهذا الكلام الذي أقوله لا يجوز شرعا محرم شرعا نأخذ به، ولكن يقول لنا أهل العلم عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. لأن هذا الأخ دار حصص ديال الرقية كثيرة وتبع حصص ديال الرقية كثيرة لربما أرى أنها تعدت 30 حصة ديال الرقية بعد ديك 23 فما كانت نتيجة. رغم أنه يعني فترة الحجر الصحي تعب يعني كان يعالج نفسه بنفسه وحصص ديال الرقية كثيرة لم تصرعوا لم تتكلموا لم تتجلوا لم تظهروا تختبئون بقوة. أنا أريد أن أصف لك يعني المضمون ديال الكلام ديالي واضح. ركز ركز جيد هاد نعاود نقولها باش لا شد شي واحد هاد النقطه وقطعوا يعقل عليه مزيان. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. الشر الذي سأقوله الان اذا كنت انت شمهروش وشيطان وكبير يعني ما دمت كبير وشيطان وشمهروش غادي نقسمها ثلاثه ديال الاقسام. اولا خلينا في قسم شيطان. فلما نقول شيطان نفصل لك ونأصل لك واجب واجب أنا أفصل وأصل. علاش بالضبط راني ندير هذه الحصة بهذا الأسلوب؟ لأنني كنت أعمل مع جني صبار حصص كثيرة ديال الرقية ولم يظهر ولم يتجلى. يعني أنت قوي وأنا حيت كنت أعمل مع قوي خصني نقدر القوة ديالو خصني غير نطلعو ونوصلو المساج ديالي حيت موراها كاين أشياء أخرى. يعني بالصبر إن شاء الله تفك الكرب إن شاء الله. غادي نقسمو هذا الشيطان إلى 3 أقسام ونقسم هذه الحالة لثلاث أقسام. أنت شيطان وكبير وشمهروش. هذا الشيطان الكبير شمهروش عند السحرة هو من كبار كبراء ملوك الجن. عند السحرة رتبته أقوى من عيشة وأقوى من حمه وأقوى من البشاوات أقوى من ميرا أقوى منهم كلهم. يعني شمهروش هو الأكبر. ولما غادي نقولوا شيطان وشمهروج أكبر وهو أقوى من هاد الجن كلهم بديهم التالي اعتذر أخطأت. شمهروج الأولى ألا يخاف ما تخاف مني أنا. شفت ما يخافش. أين هو دليل الخوف؟
دليل الخوف ان شمهاروج الا كان اصلا هو شمهاروج ما راح تايق في راسه. علاش ما تايقش في راسه؟ لو كان تايق في راسه ما غاديش يهضر معايا كالاب كامل الذي لا يقوى على الكلام، غادي يتكلم بلسانه. شمهاروج 30 حصه ديال الرقيه عراب ديال الرقاد داز عندهم ولم يتكلم يوما، ولكن الحمد لله وفق الله وصرع الان. شمهاروج الا كنت حقا انت شمهاروج ان لم تتكلم فانا اضرب شمهاروج عرض الحائط، لان شمهاروج معروف عندنا ان الرتبه ديالو كبيره عند السحر. هذه النقطه الاولى، يعني هذا دليل ديال الضعف ولا ديال النفي ديال انك انت شمهاروج. هذه النقطه الاولى كملناها. النقطه الثانيه انك كبير، يعني حتى لو بغينا نقولوا شمهاروج، لان ما كاينش غير شمهاروج واحد، كاين شمهاروجات بزاف، عيشات بزاف، حمويات بزاف. فإذا كنت شمهاروج من دوك شمهاروجات الصغار، راك قسمت نفسك ورديت راسك شمهاروج كبير، وخليت الجن المسلم يكتب هذه الاشياء يقر انك كبير. يعني هذه كتزيد تثبت لي انك انت ما شمهاروج ما تهزه، انت جن صغير ذكي خدمت عقلك من خلال داكشي اللي تعلمته. واذا كان العكس ثبت لي، انا بغيت نحس باللي فري مع جني شنيتو شمهاروج. نقزوا النقطه ديال الشيطان. ملي دخلنا للحصه وانت يا هزل الماسونيه، والحاجه اللي عجبتني بزاف انك كدير المثلث وكديرو في عينك، يعني كتعطيني مثلث بموضع زعما انا راني شيطان، الرتبه ديالي مرتفعه. وديك اللقطه نتاع مكي السخيرات نتاع هاك، راه ما سبحان دير لي بحال هكا زعما راك تسحر المكان. انا خفت. واسمع، اولا الشيطان في علم ربي جل وعلا وفي القران دائما نذكر المسلمين، اسمع حتى الكفار نذكروا، الشيطان هو ابليس اخزاه الله، والشيطان الذي اخرجه الله تبارك وتعالى من رحمته أبوه جنيا، لقوله تبارك وتعالى في القرآن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس كان من الجن، أبوه جني، ففسق عن أمر ربه وأخرجه الله من رحمته، كان في زمرة الملائكة، كان من العباد الزهاد كما يروى على ألسنة بعض أهل العلم. إبليس أبوه جني، عصى الله فأصبح شيطانا، هو أصلا جني. أنت لا تسمى شيطانا، غادي تبقى جني. فما عليك على الذين قال فيهم ربي جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني أنت ولو كنت تدعي أنك شيطان، فراه النبتة ديالك، الأصل ديالك، العروق ديالك، الجذوع ديالك، لن تكون شيطانا كإبليس الذي أخرجه الله من رحمته. شت مهما بلغت رتبتك وقوتك وكبرك وعلياؤك وعلمك، ما غاديش تقدر تكون من المنظرين. واضح؟ ما غاديش تقدر تكون من المنظرين. انت ما شرفش الله القدر ديالك وكنت في زمرة الملائكة. انت ما شرفش الله القدر ديالك ونظرت وتشكلت على هيئة افعى ودخلت وسوست لآدم وحواء وخرجتهم من الجنة. واضح؟ انت كان الله عز وجل خلقك الله تبارك وتعالى لتعبده، وانت دخل ضمن هذه الآية. اسمع وافهم هذا الكلام ديالي مزيان. أي جني يسكن جسد إنسان ويظن أنه شيطان، فوالله ويوهم نفسه، لأن كل المخلوقات غير إبليس أخزاه الله كلهم جن ليسوا بشياطين. فكيف يتنقل الجني إلى أن يسمى شيطانا؟ بكثرة عصيانه ومعصيته وظلمه. فكلما عصى الشيطان الجني وربه جل وعلا اقترب إلى التشيطان، كلما عصى الشيطان الجني وربه اقترب إلى التشيطان وأدناه إبليس منه. يعني انت جني، ومصباح انت كترفع لي الماسونيه ومثلث برمودا وعين الشيطان وكتبرهني على القوه ديالك. انا بغيت نلمس حقا القوه ديالك اللي موصوفه لي في هذه الورقه خلال التشخيصات نتاع الناس اللي داز عندهم التكرفس اللي تكرفس. انا كاع شمهاروجات اللي عرفتهم ما دايرينش بحالك. انت شي ستيل جديد لا مود، كتلبس شي حاجه قال هيب هوب سبيك دونز، ما فهمتش. يعني كيف زعما هذا شمهاروج جديد اللي جاني انا هذا النهار هذا؟ يعني بغيت نقول لك الحق، اسمعني، لو كنت شمهاروج لتكلمت وما خشيتني وما خفتش مني نهائيا، لانني عاصي وانا اعرف قدر نفسي. ولو كنت شيطان حقا لكرك من المنظرين كما تظن، لان انت لست من المنظرين. الشيطان شيطان واحد، والشيطان هم قرناء، والقرناء وكلهم ابليس منا. انت جني، انت تسكن جسده، لست قرينا له ولا شيطان على عرشك على الماء. واضح؟ يعني نطلب لك الله عز وجل يهديك. اللي كيقول لك لا يجوز دعوة الشيطان، انت لست شيطان. نطلب لك الله عز وجل يهديك، وتذكر معي هذا الكلام، راه القوة ديالك كتكمل في المواجهة. القوي ما كيتخباش.
قوي والله والله ورب الكعبة قوي لا يختبئ. قوي علاش غادي يتخبى؟ انت كدير لي كاع داكشي نتاع المكياس الخيرات راك ما عرفتش راك دير. يعني نورمالمون انت قوي، ما هو الدافع اللي كيجعلك عند هاد الرقاد كلهم اللي مريت عندهم ودزت عندهم ما قدرتش تتكلم؟ انت سيدي غادي نقول لك انت سيدي كاع شيطان ومن المنظرين، مناش غادي تخاف؟ ما هو الدافع اللي غادي يخليك تخاف؟ ما هو الشيء اللي غادي يخليك تخاف؟ واش كاينه شي حاجه هي اللي مخلياتك تخاف؟ ما كايناش، ما كتخافش انت؟ لا ما كتخافش مزيان. طيب واش جاوبني على السؤال ديالي؟ جاوبني غير على السؤال ديالي، جاوبني. انت شيطان وكبير وش مهاروش، تفضل تفضل. شنو هو السبب اللي خلى الشيطان وش مهاروش الكبير ما يتكلمش؟ شنو هو السبب اللي خلى الشيطان وش مهاروش اللي سميته وش مهاروش؟ راه ما غادي نقولوا وش مهاروش، راه شي حاجه عظيمه، راه رتبه رتبه، راه قرايضي. يعني الاولى انك تتكلم ما تخافش، اصدع اصدع بالبدك الشي اللي عندك اصدع به. لماذا تخاف؟ قوي وش مهاروج وكبير، لا ولا نتكلم. وانا كنستنى كنستنى واش عجزت على الرد. كي كتعجز على الرد كدير هاد الحركات. جاوبني على السؤال ديالي، اذا كنت ذكي اذا كنت قوي ما كتقدرش تتكلم ولا شو مهاروج بكوش ولا لا ضعيف؟ غادي غادي نظهر لك انك ضعيف، انا غادي نزيد نوريك انك ضعيف. إلا كان محمد غادي يوطى على شمهاروش الكبير الشيطان، يعني واش هاد الشيطان هذا غادي نسميوه باقي على غادي نقدروا نزيدو نسميوه شيطان؟ انت لا شيء والله العظيم، الا لا شيء غير عطاوك اكثر من القدر ديالك. فلما عطاوك اكثر من القدر ديالك بغيت تبرهن على انك كبير وانت لست بكبير ولست بقوي ولست على شيء اصلا. هذا هو الضعف بام عيني. كون كنت حقا شمهاروج ما غاديش تخليني انا نضغط عليك ونوطى عليك. كون كنت شمهاروج ما غاديش نوطى عليك تاع عمرك تخرج. ولهذا الله يهديك وليك الله يهديك الله يتوب عليك، راك هذه في الخسران احسن. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. لأجلها خلقت السماوات والأرض. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لأجلها خلقت السماوات والأرضين لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله الكريم لا إله إلا الله الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
أكبر الله 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 أكبر كل ظالم أكبر الله أكبر كل ظالم أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كل ظالم أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كل جنه والى الشيطان أكبر تبع الشيطان أكبر واصر الشيطان أكبر مع الشيطان أكبر الله 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 أكبر من كل طاغ على وتكبر الله أكبر من كل شيطان على وتكبر الله أكبر من كل شيطان تكبر وتجبر على وتكبر الله أكبر من كل من على وتكبر الله أكبر من كل من طغى وتجبر الله أكبر من كل من آذى وتجبر الله أكبر من كل من ظلم وتكبر الله أكبر من كل معمر طغى وتكبر ظلم وتكبر طغى وتجبر الله أكبر ولا إله إلا الله 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 ولا قوي إلا الله الله أكبر ولا إله إلا الله ولا قوي إلا الله الله أكبر ولا إله إلا الله ولا قوي إلا الله الله أكبر ولا إله إلا الله ولا قوي إلا الله الله أكبر ولا إله إلا الله ولا قوي إلا الله ولا قوي إلا الله ولا قوي إلا الله ولا كبير إلا الله ولا إله 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 إلا الله لا 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 إله إلا الله عالم الغيب والشهادة.
الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المغير العزيز الجبار العزيز الجبار العزيز الجبار هو الله هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك 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 القدوس الملك 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 القدوس الملك القدوس الملك 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 القدوس القدوس السلام المهيمن العزيز العزيز الجبار 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 المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحان 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 لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء لاصطفى مما يخلق ما يشاء
حميد القهار هو الله الواحد القهار هو الله الواحد القهار هو الله الواحد القهار هو الله نشوفك بلا قربت تحت البيرو كاع مانيش كاع نشوفك لا انا نروح لا ترى غير اللقاء الاول اخي يا الله طويله راه غير الزياره الاولى المره الجايه يجيب معك الشمع
معك الطبق والبندير رجع يحضر قاعد وكل اللي معك إلا عندك شي واحد يعني. غير انت فيك الكفاية تكر فيصة هذه يا أخويا والله لا تكر فيصة ويويوي يوش جايات كثر من رايحات كما كيقولون العجائز جايات أبا كثر من رايحات واش ندير قادر تجاوبني على الأسئلة ديالي ولا ما قادرش ولا تزورني تبقى تزورني لا إن شاء الله صافي أنا ما نضغطش عليك زعما نقولك زعما تكلم بالسيف ولا زعما شي حاجة لا بلا تيك طيب على خاطرك وسير وعاوتاني طيب ليها ورجع عندي هنايا طيب وطيب ليها ورجع عندي هنايا طيب كي تحس براسك صافي يعني كما نقولو عييت وما بقاتش عندك القدرة ما بقاتش عندك القوة على الصبر ثم عاد تكلم واسمع وكاع ديك القرايه اللي قريتها ودوك القوالب اللي تعلمتهم في حياتك كامله خدمهم لان المصيبه انك ما راكش تتعامل مع مخلوق خلقه الله الفرق انك تتعامل مع الله القران كلام الله انزله الله من الله الى جبريل الى محمد الى الناس انسان وجنا هدى وبينات من الهدى وفرقان القران قال ربي فيه لو انزلنا هذا القران على جبل ماشي على شمهاروش كذاب اللي هو اصلا ماشي شمهاروش لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله القرآن عظيم ليس بالهين ولا بالسهل ولا باليسير القرآن أحصاه الله ربنا جل وعلا في 60 حزبا وقال في ربي في 60 حزبا لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ما عند الله أعظم أشد خير وأبقى تخيل معي أن البحر مداد والأشجار أقلام لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله والقرآن الذي نزل إلينا 60 حزبا فقط وأنا الآن ما درت والو أردت أن أثبت لك أن الله أقوى ما قيتكش قلت لا إله إلا الله قلت الله أكبر مجدت الله عظمت الله أنت تعذبت تألمت هادشي مجرد أننا ذكرنا لك اسم الله أما إذا قلنا لك ماذا قال الله مصيبة وكل نهار نبقى نقول لك داك الشيء اللي قال الله نعاودوه لك اليوم ونقولوا لك غدا يعني ذكرنا لك اسم الله تعذبت وحدنا الله تعذبت مجدنا الله تعذبت قدسنا الله عظمنا الله جل وعلا تعذبت الله قال في القرآن لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفذ البحر هذه آيات يسيرة قليلة من كتاب الله تبارك وتعالى أحصاه الله ونسوه أذكرك به وذكر به الذين يخشون ربهم أنت وكل جن يسكن أجساد المسلمين ضعيف ضعيف في عقله قبل ضعف جسده لأن الضعف ليس ضعف الجسد الضعف ضعف العقل إذا كان العقل ضعيفا حتى لو كان جسدك كالبغل لن تعرف كيف تشتغل بذاك الجسد أنت ضعيف في عقلك لو فكرت وتمعنت وتدبرت نجزم لك سيدي أنك تعبد الشيطان وأنك من المقربين إلى الشيطان نأخذ ذلك بالجزم وضح تدبر معي وفهم هذه الكلمات جيدة هذا اللقاء الأول فقط وأردت أن أذيقك من حر القرآن وذقت به بإذن الله عز وجل وأنا أرى والله يرى والله أعلى وأعلم أن الذي ذقته اليوم أرى أنك لم يسبق لك أن ذقت مثله والحمد لله رب العالمين وما عند الله خير وأشد وأبقى ولي معك لقاءات أخرى لأني أحب هذه الأشكال أنت قوي أنت شيطان يلزمك أن تعقل وتفهم وتتفكر وتتدبر ذاك الشيطان الذي تعبده هل نصرك الآن قدم لك يد العون الآن تصبح تدي للمثلثات والعين والمكسخيرات نفعتك في شيء أنا ما حسيت بوالو ما طلع معايا جن ما خرجت لي شيء فريتر ما كاين والو ما كاين حتى حاجة كل الجنود اللي كيجيو يجلسوا في ذاك المكان كيديروا طقوس وحركات واشارات ودلالات ومدد واستغاثه وشي لغات غريبه انا اشتهي منذ ان عرفت الجن
أن يسحرني جني ولم يحصل ذلك. أتعرف لماذا؟ لأن السر قلبي. إذا كانت العقيدة الباطنية في القلب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة لئن صلحت صلح سائر الجسد ولئن فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب، إذا كان القلب يملؤه الله، دعنا من المعاصي والذنوب، كلنا نخطئ وتزل القدم بعد ثبوتها، كلنا نزل، ولكن التوحيد والعقيدة السليمة الصحيحة هي السبب. والشيء الثاني أنكم ضعفاء، فكلما اقتربت نهاية الساعة والوعد الحق ونفخة الصور كلما قلت قواكم. نأخذها ونبدأها من سليمان وخدام سليمان. لربما أنت تعرف ماذا كان يفعل خدام سليمان، ولو كان جيب لي إبليس الآن ما يدرش ذاك الشيء اللي كانوا يديره خدام سليمان، نفسه هو الرأس وإبليس الشيطان، ما انضمج. واضح؟ انضمج. القوة دي الإبليس أنه يأتينا بعرشها قبل أن يتطرف أحدنا، ما يقدش. انتم كلكم السحرة دي الأرض داكشي انت على المكسخيرات. سمعتني؟ سمعت شدي ضرك في خاطرك، حيث هذا هو الحق، وأنا والله لا بغي لك الحق. الدنيا أشبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا آخذ بحجزكم عنها، كان جركم على الدنيا أقول لكم إنها نار وأنتم تظنونها نور، كتلك الحشرات في الغابة في ظلام الليل إذا أوقدنا شمعة أو نار تقترب من الحشرات تظن أنها نور وهي لا تعلم أنها نار، كذلك نحن. قال النبي أنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تغلبون يتقحمون فيها، وأنا أفعل ذلك الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت دعوته قائمة إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واضح؟ خذ العبرة باش تعرف راسك أنك ضعيف بالسحر ديالك، ولا كان عندك خدام، ولا أصلا كنت أصلا أنت قاع شمهاروج نفسه قاع اللي عندك ذاك الواد، وكتزرع عندك قبة والي، وأنت قاع نفسك قاع خليت الدنيا، خليت الروسيات، خليت برج إيفل، خليت جزر المالديف، وجاي عند مغربي طايب، مغربي مكرفص، قال لك داي الإجازة ما نعرف إنجليش ولا ما نعرفش دايها، ما قضى والو في حياته، مخ بغيت تبلد له عقله، ما يقراش، ما يتفروش، ما يخدمش. يعني سبحان الله العظيم الأمر غريب. شوف أنتم ضعفاء، كلما زاد كفركم، كلما زاد ظلمكم، كلما نزع الله القوة من أجسادكم المسلم، كلما عصيتم الله جل وعلا، كلما أخذ الله من قوتكم ونزلتم إلى أسفل السافلين، لستم على شيء. اسمع، لو كان أنت الجلالي، أنا نعم أعطيك مثال، هذا أعطيك مثالا ناقل لك في ليسبك النقل لك فقط. انت غادي نقولوا اسيدي انت شيطان، انت شمهاروج، انت كبير، انت قوي، شنو كان تخرج لي هكا بشعرك وبقرونك وطفي لي غير لامبه من بعيد سجد لك اؤمن بك، ولكن انا اعلم جزما ويقينا ان الله اذلكم واخزاكم واخذ كل قوتكم. والمصيبه لما كتلقى مع جني يقول لك انا مالك، انا كبير في جسد انسان، مغربي طايب في طبل خبز وجهه، مصيبة والله، لا مصيبة. تعرف السر اسمه هو؟ زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. السر كله في واحد الكلمة قالها الشيطان، لأجلها قامت هذه القيامة. تعرف اسمه هي؟ تعرف شو قال الشيطان؟ وبعزتك لأغوينهم جميعا، جميعا يعني فيها الإنس والجن، إلا عبادك منهم المخلصين. أكبر عدو في هذه الأرض للشيطان، أكبر عدو في هذه الأرض للشيطان هم المسلمون. ففي هذا الزمان، هذه رسالة لك، لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ليأخذها الناس سبهلة، لا، أنت كرمك الله بالعقل، عذبتك وعطيتك حقك في الرقي الذي يفرض علي أن أفعله وأكثر من ذلك، ولكن وجب أن أبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعام من الدنيا وما فيها. أنا أفضل أن تتوب إلى الله عز وجل أن يعرف بأنك متكبر ومتغطرس وجايب راسك وذاكي وأنت ليجو بالصحراء، في التالي غادي تسجد وغادي تركع لله عز وجل، ولا مركعش تركع عندك الآيات العظيمة اللي غادي تنزل عليك يوما بعد يوم لله تبارك وتعالى. يعني هذه مفروضة عليك، لكن أنا بغيت نبين لك فقط. شدك الشيطان الذي تعبده؟ لو كان نوض أنا الآن بلاصتي، الآن أنا دابا في هذه اللحظة،
ونجبدك مرة أخرى ونبقى ننقص فوقك وأنت تبقى تزقي عروقك يتنفخوا. أقسم بالله ما يقدم لك المساعدة. تعرف لماذا؟ لأنني لما بدأت الرقية في هذه القاعة عندي نية أن آية الكرسي قال فيها النبي ما قال وأنها حفظ وحصن أمتي، قلتها 4 مرات بنيتي أن أحصن هذا المكان وأحصن الأجساد. أنا عندي اليقين التام أنك ما تقدر تدير التحاجة، والشيطان الذي تعبده من دون الله ما يقدر يدير التحاجة، لستم على شيء. أسأل الله من صميم قلبي لك الهداية. والله لا أحب لك النار، أنا بعد شخصيا لا أحب للجين النار. علاش؟ هذه أمور يستهين بها الإنس في هذه الأرض هذه، ولكن في الجنة كل ما حرم في الدنيا حلل في الجنة، في الجنة في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تذوق خمر الدنيا لا يتذوق خمر الآخرة. في الجنة نهر من خمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وكتب للزاني الغير متزوج 100 جلدة ولا تقبل شهادته أبدا، وكتب الله عز وجل للزاني المتزوج أن يرجم بالحجارة حتى الموت. سمعوا هنا تحريم الزنا. في الجنة حور العين، إذا بزقت في البحر جعلته حلوا عذبا، إذا أظهرت لأهل الأرض طرفها أغمي على أهل الأرض ومن فيها. يعني كل شيء، هذه مقاييس حرمه الله عز وجل، كل شيء حرمه الله جل وعلا في الدنيا هو مشرع في الآخرة عند لقاء الله تبارك وتعالى. في الجنة أشياء أخبرنا بها الله وأخبرنا بها رسول الله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. والأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في حد ذاتها تنسينا في ملذات الدنيا كلها. أقسم بالله أن في الجنة أشياء ذكرها النبي تنسينا في الدنيا وملذاتها، تنسينا في الدنيا وزينتها، تنسينا في الدنيا ومالها، تنسينا في الدنيا وكل من فيها. الأشياء التي ذكرها الله في كتابه والنبي على لسانه. وفوق ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. ولا خطر، ما تقدرش تتخيل ماذا يوجد في الجنة. والله عز وجل قال إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. نحن قال فينا نبينا صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70، نلقى الله في أقرب وقت، لا نعيش كثيرا. المعمر في هذا الزمن إذا بغلى 100 سنة يجي ويشوف تي في وجهة جهة كاشي سبريس راكي يقول البوال كلب ولا ما عرفه جزيرة ويديره في كتاب جينيس وهو معمر عنده 100 سنة، وعند الله يوم كألف سنة. لماذا نستبدل الدنيا بالآخرة؟ والله نحن أغبياء، والله حتى إذا عبدنا مخلوقا من دون الله نريد أن يخبرنا هذا المخلوق، سواء شيطان أو صنم ولا دبانة ولا طرز، نريد أن نسأل أين تلك المخلوقات التي سبقتنا وماتت، أين هي أرواحها، أجسادها موجودة، أين هي تلك الأشياء التي كانت تحرك تلك الأجساد. والله نحن في هذه الدنيا في مرحلة عبور، أقسم بالله العلي العظيم أننا في هذه الدنيا هذه مجرد مرحلة عبور، قطار يمضي ليأخذنا إلى مكان، وهذه مجرد باحة كالاستراحة، نقف ونمضي ونمشي. فلماذا نستبدل الدنيا بالآخرة؟ عند الله جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، عند الله جنة فيها أبواب، في الجنة الأنبياء، في الجنة آباؤنا، في الجنة إذا كان والديك في النار لربما تشفع فيهم. في الجنة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا الله عز وجل في القرآن أن الصديق يشفع في صديقه، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. والله أن رحمة الله بنا نحن المسلمون أوسع وأرحم مما نتخيل، أقسم بالله أن رحمة الله أوسع مما نتخيل. لربما قد أكون أنا عاصي، قد أكون لي ذنوب عظيمة، ولربما لي إنسان يحب الله عز وجل، 7 يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظل، منهم رجلان تحبا في الله. الله والله الله كما عظم لنا النار وحرها وسعيرها وقعرها وحجمها والخلد فيها
وأن لها 70,000 زمام وفي كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إلا في القرآن أسرار تخبرنا أن الله ساحمنا أكثر مما نتصور، أن الله إن شاء الله سيدخلنا إلى جنته. يكفي أننا نوحده ونسأل الله بحق هذا التوحيد، ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله ماذا قال للناس؟ قال لهم صلوا وصوموا، لا، بدأها بكلمة واحدة للناس جميعا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لأجل هذه الكلمة خلق الله 7 سماوات، لأجل هذه الكلمة مات أولئك الأنبياء ولكلوا وهجروا، لأجل هذه الكلمة مات خيرة الأصحاب. فلماذا سبحان الله نستبدل الدنيا بالآخرة؟ نعم أنت سيدي عبدت الشيطان من دون الله، ولكن أنا ما قلتلكش أسلم الآن، ما قلتلكش ارفع لي الماسونية ديالك، هذاك ينفعك أنت إذا كتشوف أنه ينفع. أنا فقط أريد أن أقول لكم فكروا، هذه رسالتي فقط للحاضر والغائب من الجيل، حتى اللي كيسمعونا الآن من مكان بعيد، منهم ما نعلم ومنهم ما لا نعلم، منهم حاضر ومنهم غائبون. هذه رسالة، لماذا لا نفكر بعقول؟ نحتاج إلى دعوة إنسي أو دعوة جني؟ نحتاج إلى أن يدعونا مخلوق؟ نحتاج لشيء واحد فقط، إلى التفكير، والله فقط إلى التفكير. فكر بعقلك، فكر بدماغك، قل للشيطان أن يحيي لك ميتا، قل للشيطان أن يقول للشمس أن تشرق بمغربها، قل للشيطان أن يقول للسماء أمطري، قل للشيطان أن يقول للزرع انبت، قل للشيطان، قل له أن يفعل ذلك، قل للشيطان أن ينصرك. أنا عبد ضعيف ليس لخدام وليس لتقوص، وأنت تعلم أن القرآن الذي قرأته عليك ليست حروفه لها كائنة تضربك حتى تألمت، ما السر في ذلك؟ فلنفكر بعقولنا، فقط فكروا بعقولكم، لا تحتاجون إلى راكب معشر الجن. الله عز وجل خلقكم اصطفاكم وميزكم على كثير من المخلوقات، منكم طيار السيال عمار غواص، منكم ما علمنا وما لا نعلم، منكم من عاش في القفار في الغابات في السلام في السيول في الأودية في الأنهار، منكم من يعيش في الخلوات في المقابر، منكم من لم تتح له الفرصة يوما إلى أن يدعى إلى دين الله عز وجل. لا تحتاجون، تحتاجون إلى التفكير فقط، لأن لكم عقول، لأجل أن الله أعطانا عقول سنحاسب لأجل هذه العقول. أنا أعلم أنك قوي، لن ينفعني، أنا ما غاديش تنفعني إذا أسلمت، أنت لن تنقص في مكيال ملك الله شيئا، أنت لن تنقص من قدر الله إذا كفرت شيئا، أنت لن تنقص من قوة الله إذا كفرت شيئا. يكفيك قول الله في القرآن إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فلن تضروا الله شيئا. فقط يجب علينا أن نفكر، فقط يجب علينا أن يشتغل دماغنا وعقلنا، أن نعي ما هي هذه الدنيا، ماذا تساوي هذه الدنيا. بالله عليك الذين جمعوا المال وبنوا الدور والقصور وملكوا التيجان وملكوا الخدام أين هم الآن؟ والله لو أنفقوا ما اشتغلوا لأجله أعمارهم كلها ما زادوا في أعمالهم ثانية، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل للشيطان الذي له وزراء وخدام، إذا جاء أحد من خدامه الموت أو ذرياته الموت أو أنتم الموت، أن يزيد في عمركم لحظة ورب الكعبة لنستطيع، أين هي القوة؟ والله القوة لله جميعا، القوة لله جميعا. الأمر أمر الله، الكون يمشي بعلم الله، يسير بحكمة الله جل وعلا. رسالتي لكم ليس أسلموا وارفعوا السبابة إلى السماء وقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الإسلام في غنى عنكم، الله ليس الإسلام، الله في غنى عنكم. الله قال رحمة بنا قبل أن يقول هذه، قال وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، يعني إنسكم وجنكم وكائناتكم، ولنعلم ويعلم الكل أن الحجر يسبح بحمد الله، أن الشجر يسبح بحمد الله، أن كل من على الأرض يعبد الله، الجمادات تعبد الله، الشجر يعبد الله، الدواب تعبد الله، كل مخلوق على هذه الأرض خلق لله. فقال الله إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إنسكم وجنكم وغير ذلك ما علمنا وما لنا لن تضروا الله شيئا. أتعلمون أننا في كرة أرضية قاسها أهل العلم من الكفار أنها أصغر كرة في أصغر المجرات، أن الكرة التي نتواجد عليها ضمن أصغر الكواكب في المجرة. فلو سألنا أهل العلم من الكفار والشيطان وقلنا له ماذا يوجد وراء ذاك الظلام،
لا أجيب. والله أن عجائب خلق الله أمام أعيننا التي تثبت أن هناك خالق، أن هناك رب عظيم كبير، أن هناك من خلق الشمس تدور على الكواكب، أن هناك من خلق الليل والنهار، أن هناك من رتب الفصول، أن هناك من خلق من كل شيء زوجين اثنين، أن هناك من خلق الذكر والأنثى من الإنس والجن، خلق الذكر والأنثى من الحيوانات والكائنات، أصغر وأبسط الأشياء، النمل فيه ذكر وأنثى، اتقوا الله. وقالت نملة بصيغة المؤنث: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. كل الكائنات على هذه الأرض فيها ذكر وأنثى. الشيطان هل يستطيع أن يخلق لنا شيئا؟ قال الله جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. دبانة ما يخلقهاش الشيطان لو كان يجمع الخدام ديالو كله. حقيقة لا مفر ولا مهرب منها. إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مت فهم الخالدون. وأذكرك بالذي قال فيه النبي الهمام عليه أفضل الصلاة والسلام: صلوات ربي وسلامه عليه وأسأله بحق كثرة ما ذكرت أن يدخلني جنة واجعلني جار له: من لم يعظه القرآن والموت فلا واعظ له. أعظكم باثنتين: القرآن والموت. إن لم يعظك القرآن والموت فلا واعظ لك، ولكن قبل القرآن والموت فكر بعقلك. حباك الله بعقل، كرمك الله جل وعلا بعقل، اصطفاك الله جل وعلا بعقل، ميزك الله جل وعلا بعقل. أنت يا من جعلت من نفسك شيطانا بظلمك وكفرك وأذيتك وتسلطك، كرمك الله بالعقل. فلتشغل عقلك فيما يرضي الله عز وجل، فلتكن لله عبدا ولا تكن للشيطان وليا ونصيرا. أقول قولي هذا، ودي دعوة لمن كان له قلب الإنس والجن، ومن خشي الرحمن بالغيب، لي ولكم وللإنس والجن جميعا، ولكل من سمع كلامي هذا من حاضر أو غائب، أسأل الله أن يبصرنا بالحق والحقيقة، أسأل الله أن يرشدنا إلى طريق الحق والسداد والرشاد، أسأل الله العظيم أن ينير بصيرتنا ونغفر زلاتنا وخطيئاتنا، أسأل الله أن يكون معنا في كل خطوة نخطوها، أسأل الله أن يغفر لنا كل ما مضى ويصلح لنا كل ما هو آت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معشر الجن أينما كنتم وكيفما كنتم، أريد أن أذكركم أن الله تبارك وتعالى ميزكم وفضلكم في قرآنه، وأنزل فيكم سورة سماها سورة الجن، وبدأها بقل أوحي إلي أنه استمع استماع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، ليس بالتعذيب، إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وأنا قبل العذاب أريدكم أن تهدوا إلى الرشد، فاهتدوا يغفر الله لكم، توبوا واعلموا أن في الإسلام نعمة وفضلا وخيرا كثيرا كبيرا، وميزة يتميز بها ديننا على كل الأديان المكذوبة المغلوطة، أن النبي قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم والسلام: التوبة تجب ما مضى، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال الله: أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله ذنوبكم وخطيئاتكم؟ أم غرتكم الحياة الدنيا وزينتها؟ غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله؟ اتقوا الله، لأنكم عن الصغير والكبير ستسألون. هل أدق تفاصيل حياتكم سيسألكم الله؟ عن نظرة نظرتها للحرام لربما نسيتها سيذكرك بها الله يوم القيامة. لننسى أن دقة وأصغر الأشياء التي نفعلها في حياتنا سيسألنا عنها الله. أعمارنا قصيرة لذا لا نجعلها في مرضات الله. عند الله جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، لماذا لا نجعل حياتنا كلها لله؟ كرمنا الله بقوة في هذه الدنيا، لماذا لا نجعلها معول بناء لهذا الدين وهذا الإسلام؟ كرمنا الله بعقل بعلم، لماذا نسخره في نفع الإسلام والمسلمين؟ لماذا لا نجعله شيئا يقود بنا ويسوقنا إلى جنة النعيم؟ معشر الجن، أسأل الله أن يهدينا ويهديكم إنسا وجن. صلى الله
أن ينزع من قلوبنا السواد والظلمة والعتم. أسأل الله أن يزرع في قلوبنا النور والبياض. أسأل الله أن يجعل أكبر همنا جنته ورضاه. أسأل الله أن يجعل أكبر همنا النظر إلى نور وجهه الكريم، وأن لا يحرمنا من لذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى نور وجهك العظيم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم. اللهم يا رب كن معنا ولا تكن علينا. اللهم يا رب أعلي قدرنا. اللهم يا رب ارفع شأننا. اللهم يا رب انصرنا على من عادانا وآذانا وانتهك أجسادنا وأبداننا. اللهم يا رب كن معنا ولا تكن علينا. أعلي اللهم يا رب راية الحق والدين. صل اللهم يا رب الإسلام والمسلمين. خذل اللهم يا رب الشرك والمشركين. اللهم من أراد بهذا الدين سوءا من الإنس والجن يا رب أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم من أراد بهذا الإسلام سوءا فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم يا من خسفت بمن سبقونا الأرض وأرسلت على من سبقونا ريحا صرصرا، وأرسلت على من سبقونا طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. اللهم يا من أغرقت فرعون وملأه، اللهم من أراد بديننا هذا من الإنس والجن سوءا فاجعل كيده في نحره وسلط عليه غضبك وعقابك وعذابك. اللهم من أراد بنبيك ودينك وسنة رسولك سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم سلط عليهم الأمراض والأسقام. اللهم منهم ما رأينا ومنهم ما لم نرى. اللهم منهم ما رأينا بصرتنا بهم ولا قوة ولا قدرة لنا عليهم، ومنهم من أخفيت وقلت إنه يراك وقبل من حيث لا ترونهم. فاللهم سلط عليهم الأمراض والأسقام. اللهم سلط عليهم الأمراض والعلل والأدواء والأسقام. اللهم إنك حق وأنت موجود وأنت الواجد الموجود، وأنت الذي خلقت سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أنت خالق الكائنات كلها، ما علمنا وما لا نعلم. أنت باعث الأنبياء والمرسلين ومنزل الكتب يا رب العالمين. أسألك بحق كتبك الذي أنزلت، أسألك بحق أنبيائك الذي بعثت، أسألك بحق عدد الأولين والآخرين ممن أدوا أمانتك وبلغوا رسالتك. اللهم يا رب من أراد بديننا وإسلامنا سوءا فسلط عليه الأمراض والأسقام. اللهم اعش على هذه الأرض ولا تأخذه إلا وهو مجنون. اللهم سلط عليهم الجنون. اللهم سلط عليهم الهبل والجنون. اللهم شرد بهم من خلفهم. اللهم اقطع دابرهم ونسلهم. اللهم عليك من سب نبيك وقذف عرض نبيك. اللهم سلط عليهم غضبك وعقابك وعذابك. اللهم سلط عليهم الجنون والهبل. اللهم جمد الدم في عروقهم ويبس الطعام في بطونهم. اللهم يا رب أسألك ألا تذيقهم السعادة يوما. اللهم عشهم في الهم والغم. اللهم عشهم في الهم والغم. يا من قلت وقولك الحق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اللهم واجعلهم في ضنك وعشهم في ضنك واجعل عليهم الضنك. اللهم شرد بهم من خلفهم واقطع أصلهم ودابرهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم يا رب لا تقم لهم قائمة ولا تعلي لهم راية ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية بحق لا إله إلا الله. أسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها يا دائم الفضل والمن والجود والكرم، اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا تقم لهم القوائم ولا تعلي لهم الرايات. اللهم يا من أعطيتهم انزع منهم. اللهم إن أكرمتهم بملذات الدنيا اجعلهم فقراء أذلة ضعافة. اللهم سلط عليهم الأمراض التي ليس لها دواء، لا علاج ولا دواء. اللهم سلط عليهم الشلل وشل أجسادهم. اللهم يا رب أعشهم ضعاف الأذلة. اللهم اقطع دابرهم وأصلهم ونسلهم ووصلهم. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم ومن معهم ومن أعانهم ومن ناصرهم ومن سار على خطاهم وسلك دربهم وناجاهم بحق لا إله إلا الله. 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 وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى كلها أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما، ولا ابتداء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا آلما. لا إله إلا الله العظيم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما. اللهم انفع المسلمين فهمنا ويا معلم داود علمنا. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب زدني علما.
ربي ما كانوا مصابين في منك وحداكم ما كانوا خطأين أو سهوين أزل نسيان في الطريق وتلقرات ونطف الكلام في نفس الشيطان الله رسول من وبراه الله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي الصادق الطاهر التقي النقي الأمين وعلى آله وصحابه الغر الميامين المحجلين ما دامت السماوات والأرضين والحمد لله رب العالمين. انا وليت هنا وكنت عاوتاني ليه وليت ليه شويه دابا لقيتك هنا عاد شفت غادي تجي لعندي دخلت تحت البيرو ما كتبز الله لقيت الداخل صح قلبه ما عقلتش على راس كامل ينط لا باش طحت صافي من هنا الحمد لله سبق لك وصلت لهذا النيفو تكرفص بزاف ضيف عليك الله وما جعلها خالصه لوجهك الكريم لا يافيه ولا صحه أنا عندي هنا كنت نسولك زي ما لابد مرحبا هاني أبدا بشو أخذ راحت مجرد في كراه صافي مرحبا ما تجاملنيش بس ما نحملش المجامل كراه صافي اللي كنت نسولك جاوبني على قد السؤال خلال دابا من خلال هذه الحصة كيف راه يبان لك هذا الجن اللي فيك قوي واعر لا شيء بنفس الوصف اللي وصفته لا شيء مش معروف زعما لا الا يعني كيف فتش العقيده ديالك الا تخدش العقيده ديالك والاعتقاد ديالك انه قوي وان ان ان قاسك عجز العلاج ديالك ولا كرهت انك مشيت عند فلان وفلان وعيت دا في حد ذاته راه كيزيد يقوي ذاك الجن يعني خذ فكره انه لا شيء الظاهر ضعيف والقران اقوى منه بهذه الدلاله ان شاء الله انا سمعت صحيح خلق كان الشيطان ضعيف كان الشيخ خلق كان الله مبارك مقرب شنو غسل وجهك يلا غسل وجهك روح غسل وجهك هكذا